انا عايز انتقل بيكو لدورة الالعاب الاولمبية. عندي بعض الاخبار بس خلينا اروح للاولمبياد في فرنسا. اوريكم بس الاول قبل ما استقبل الاستاذ بليغ ابو عيد السراير اللي امبارح اتكلمنا فيها وقلنا ده هم عاملين سراير من الورق المقوى ورق، وكان في طوكيو كده، فانا هوريكم السراير بتاع طوكيو. اتخيل البطل الاولمبي بينام على السرير بتاع المستشفى ده. بص 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 بص، دي السراير بتاعت الورق المقوى دي كانت في طوكيو. في عندكم صور، احنا مقربين شويه. دي سراير ورق يعني كرتون، تحس انه نايم على تلاجه، كرتونه التلاجه يعني، حد اشترى تلاجه. بص بص بص، ورق كرتون اهو، ده ورق يعني. لو قلت بص 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 يعني، هنا الواد ده خبطها بدماغه الظهر فتحها ولا ايه؟ فتح الكرتون، وريني كده تاني اهو، يعني كراتين، جايبين كراتين، دي كراتين تلاجات ولا غسالات، ويعملوا لها اعاده تدوير بعد نهايه الدوره الاولمبيه زي ما احنا شايفين اهو. دي السرير اللي دي في باريس اهو، نفس السرير. بص بس يعني بليغ لما سالته قلت له هتكون نايم على السرير، على السرير دي؟ قال لي لا ده انا نايم بره خالص، مش في بص بص بص. طب وده كلام يعني؟ لو انا نمت على السرير ده اللي يحصل ده؟ عايزه يعني واحد يكون بص بص المرتبه والمخده، والله العظيم دي بينام ابطال اولمبيين على السرير، على السرير دي. ده البطانيه دي عامله زي بتاعت ست الله يرحمها بتاعت زمان. بص ده، بص حتى الخشبه اللي في النص ده تاخدني وتنزل. ايه ده؟ دي خشبه دي ولا ايه دي اللي في النص دي؟ كل ده كرتون؟ الله. طب لو واد بتاع كمال اجسام ولا واد بتاع رفع اثقال تقيل شويه، ده بص بص يا جماعه، ده عامل ده البتاع ده عامل زي العيال الطيبين ولادنا لما بيسافروا بره يشتغلوا يوفروا فلوس في الاقامه فيسكنوا مع بعض، يروحوا دبي ياجروا مثلا اوضه ولا بتاع يسكنوا. بص والنبي ده كلام؟ طب ده كلام والنبي؟ طب دي غرفه؟ لا اريد الصوره اللي فاتت دي يا احمد لو سمحت، اللي فاتت دي غرفه ينام فيها ابطال اولمبيين، ده فيها مروحه ما فيهاش تكييف، ما فيش تكييفات، فيها مراوح. بص مروحة وشماعة وشباك بالعافية وسريرين دول ثلاث سرير ولا سريرين؟ سريرين بينهم نص متر، واللاعيبة طبعا بتشتكي من الحرارة، ما بيعرفوش يناموا، مفيش تكييف، ولو صلت المروحة عليه ممكن عظمه يتكسر ويجيله برد، والرطوبة عالية، حاجة غريبة جدا. ده خلاهم بص الحرارة دي خلتهم يعملوا تقرير عن اتنين من البنات اللي في الكرة الطائرة الشاطئية بتوعنا اللي بيشتركوا في الدورة الأولمبية لابسين حجاب، مش كده يا شباب؟ في حاجة، في خبر، وروني كده الصورة بتاعت الحجاب دي. بص 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 بص، مواقع عالمية تبرز مشاركة ثنائي منتخب مصر دعاء الغباشي ومروة عبد الهادي في الكرة الطائرة الأولمبية، مرتديين بنطلونات طويلة وأكماما وحجابا على الرغم من حرارة الجو المرتفعة. وطبعا يعني انتوا مش بس يعني لابسين، كمان لابسين حجاب، ده هم بيصروا على العين المثليين وعايزين يشربونا بالعافيه، تقوم تظهر لهم بنات محجبه؟ ده كلام، حاجه غريبه جدا. وفي الحر ده حاجه غريبه جدا بالنسبه لهم، حاجه غريبه جدا يعني. فهم الحراره عاليه وبيناموا على السراير اللي انتوا شايفينها دي ومفيش تكييفات، مراوح. شفت المراوح عامله ازاي؟ ارجع لي تاني للغرفه دي. طب ازاي ما دي غرفه ينام ابطال اولمبيين؟ يعني ممكن واحد يحقق ذهب ينام في اوضه زي دي، وفضه ينام في اوضه زي دي؟ قاسيه جدا. كم انت قاسيه يا باريس عاصمه النور. نور ايه يا عم؟ ده اللي زمان اللعيبه في باريس كلها الرياضيين يقول لك من طفى النور. اه والله من العذاب اللي بيشوفوه ده. هاتوا لي التصريح كده يا شباب قبل ما اروح لبليغ بسرعه. ارى ان مستوانا يتطور بشكل مستمر لكن تنقصنا الخبره والمشاركه باستمرار في الفعاليات الكبرى في افريقيا. المستويات ليست مرتفعه في منافسات الكره الطائره الشاطئيه للسيدات. نعتبر نحن الفريق الافضل على مستوى القاره السمراء، لكن حينما تحتك باكبر الفرق على مستوى العالم والابطال الاولمبيين وابطال العالم بيكون الامر مختلف تماما.
الفوارق ليست كبيرة بيننا وبين منافسينا باستثناء أنهم يشاركون في عدد كبير من البطولات سنويا مقابل مشاركتنا نحن في بطولة واحدة في العام. خد بالك أنه الفريق بتاعنا بتاع كرة الطائرة الشاطئية ده فريق تاريخي يعني، يعني فعلا على المستوى الإفريقي أسطوري، لكن زي ما بتقول دعاء كده ان هي ما يعني ما فيش احتكاك يخلي الفوارق مش كبيره مع المنافسين مهما كانوا هم مين، بس الاحتكاك هو اللي مخلي يعني مش قادرين يقاوموا مستوياتهم هناك. قالت ان تنظيم اولمبياد ريو دي جانيرو كان افضل بكتير من باريس، نعاني بشده من ارتفاع الحراره داخل الغرف بالقريه الاولمبيه، شفت يا عم، حيث لا يوجد مكيف هواء او مراوح. يا لهوي انت كمان اوضتك ما فيهاش مروحه يا دعاء، امال المروحه دي في اوضه مين؟ يعني المروحه دي مين عنده واسطه في باريس حاطط له مروحه؟ ده ممكن يكون بليغ، بس بليغ قال لي مش في القريه. نضطر لفتح النوافذ للحصول على نسمه هواء، لا نشعر بالراحه اثناء النوم، احيانا لا يتوفر الطعام. ايه ده يا جماعه ده؟ داخل القريه الاولمبيه التنظيم ليس مثاليا، هناك الكثير من الرياضيين يشتكون من سوء التنظيم. بالذمه لو عندنا الدوره الاولمبيه هيحصل من الكلام ده حاجه؟ اجيب لكم الصور بتاعه القريه بتاعتنا والمدينه الرياضيه بتاعتنا، اوريكم احنا عندنا جمال عامل ازاي. دي بطلاتنا وابطالنا بينقلوا الواقع اللي عايشينه هناك، هم مش متعودين. خد بالك هم برضو احنا معانا في معسكراتهم واعدادهم عندنا مش معودينهم على كده، يعني مش معودينهم على هذه الحياه القاسيه. وريني يا ابني كده المدينه الرياضيه بتاعتنا، يعني انا عايز اوري الناس المدينه الرياضيه كل يوم ان شاء الله، اوريها لهم كل يوم ملاعبنا شكلها ايه، والقريه الرياضيه بتاعتنا او المدينه الرياضيه بتاعتنا شكلها ايه، اللي احنا لما نستضيف اولمبيات ان شاء الله هتبقى فين، والفوارق الكبيره اللي بينها وبين اللي موجود في باريس. احنا عندنا الحقيقه حاجه عظيمه جدا وحاجه شيك جدا وحاجه محترمه. بص 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 الجمال، بص الجمال، دي صور من الواقع على فكره، يعني مش دي صور من مش مكتات دي. بص بص وال 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 المباني شكلها عامل ازاي، والشياكه عامله ازاي، والفنادق هناك عامله ازاي. حاجه الحقيقه عظيمه جدا جدا، تفرح وتشرح الحقيقه بالنسبه ليه المصريين وجود مثل هذه المنشآت، وهناك